متستغربوش من الشكل بتاعي ده، انا بص داخلكوا كده بالمنظر العسل ده. طبعا بما اني كنت قاعده بعمل ماسكات كده وكنت بصور ماسك وكده، وبعد كده قلت ايه، طب ما اقول لهم ايه، نيجي نتكلم كده على الموضوع اللي هو بتاع البنات اللي بيروحوا المصيف وبشرتهم بتغير، يعني اللون بتاعها بيتغير وهم بيتضايقوا من اللون بتاع المصيف. فانا هقول لكم ايه الروتين اللي بمشي عليه لما بكون في المصيف وبخلي بشرتي بنفسي درجه اللون اللي انا رايحه بيه. طبعا انتوا عايزين تعرفوا انا بحط ايه على وشي، صح؟ انا حاطاه اصلا تحت العين اللي هو ده، هو ده حلو جدا وسعره 35 جنيه. المهم انا كنت اصلا متكلمه عنه في فيديو قبل كده، كل حاجه سيبها لك تحت في الديسكربشن بوكس. خشي اتفرجي على الفيديو وتاكدي ان انت هتستفادي من الشيت ماسك ده. المهم بقى، فانا ايه قلت اقول لكم بقى ايه الروتين بتاعي لما باجي اروح المصيف، ازاي بحافظ على درجه لون بشرتي. طبعا بنات كتيره جدا جدا بيروحوا المصيف ودرجه بشرتهم بتختلف وبيتضايقوا والكلام ده، فايه، فانا هنقعد نفضفض كده مع بعضينا واحنا هنعمل ماسكات للشفايف والكلام ده، وده بيسيب حوالي ربع ساعة. اثبت مكانك مطرحك دلوقتي. الحاجات اللي انا بمشي عليها في المصيف وبخلي بشرتي هي هي زي ما كنت رايحة. المهم اول حاجة بتعمليها طبعا لما بتروحي المصيف، بتصحي من النوم بتغسلي وشك بالغسول بتاعك، وبعد كده بتحطي السيرم او المرطب. انا زي ما بقولك كده ما بستخدمش سيرم في المصيف. ليه بقى؟ عشان طبعا احنا بنكون مستعجلين عايزين ننزل البحر على طول، فايه بعد كده بحط اللي هو المرطب. يعني اول حاجه بغسل وبعد كده المرطب وبعد كده بحط السان بلوك. الحته بقى دي اللي هتقفي عندها، هتقولي لي ليه يا ساره؟ هقول لك ليه. استعرضوش من اللي انا حطاه على بقي، ماشي؟ ده سكراب كده خفيف. المهم بيدي كده توريد لشفايف، هقول لكم برضك ايه، بس ده في فيديو لوحده. المهم عشان ما نخرجش بره موضوع الفيديو. المهم بقى هتروحي ايه، هتنزلي قبل ما تنزلي بتكوني حاطه السان بلوك بتاعك، تمام؟ بعد بتروحي البحر بتنزلي البحر بترجعي متحطيش السان بلوك، صح؟ عشان كده بتسمعني. انا اقولك بقى ايه، هتكملي تحطي سان بلوك، هتقولي على طول احط سان بلوك بعد ما تطلعي من البحر؟ اقولك لا، بتاخدي معاكي زيت ميه معدنيه، هتغسلي بقى وشك وايدك ورجلك. ليه يا ساره؟ هقولك ليه، لان ميه البحر مالحه والشمس مع الشمس فالشرايح هتسمري. فانا بعمل ايه، بطلع من البحر تمام، بروح غاسله وشي وايدي، حتى لو قعدت في البحر نص ساعه خلاص، حتى لو ما عدتش ساعتين مش مشكله، اطلع من البحر اغسل وشي ميه اللي هي المعدنيه اللي معايا وايدي ورجلي ومنشفهم، وبعد كده بعيد تاني السان بلوك. طيب خلاص على كده؟ لا، طول ما انت قاعده على البحر طول ما انت هتحطي سان بلوك، حتى لو انت نزلت البحر طلعتي اعملي برضك نفس اللي عملتيه. ليه بقى؟ عشان احنا في غنى عن التصبغات اللي هتحصل لنا في المصيف، هتفضلي تعالجي فيها شهور، تعالجي فيها شهور ولا تقعدي اسبوع على الروتين ده، مع ان ده روتين عادي على فكره، ان احنا بنحافظ بيه على بشرتنا ان هي بتسمر. اما لو انت عايزه تعجزي ويطلع لك تصبغات ما تحطيش السان بلوك، عادي جدا. المهم انا بتكلم الناس اللي بتحب تهتم ببشرتها، ماشي؟ بس كده، ماشي؟ هتطلعي ايه، كل ما تطلعي من البحر هتغسلي وشك تنشفي تحطي السان بلوك، بس كده. لا، المهم هنروح البيت تمام، هتستحمي اكيد، بعد ما تستحمي هتغسلي وشك اكيد تاني بالغسول. هتكتفي بكده؟ لا، هتروحي تجيبي الميه المعدنيه اللي انت كنت بتغسلي بيها على البحر، تمام؟ بعد كده ايه، هتشطفي بقى وشك. احنا غسلناه في الاول، لا برضك بعد كده. ليه بقى؟ اغلبيه يعني الميه بتاعت البحر زي اسكندريه او مطروح او كده، الميه بتاعتها ما بتبقاش حلوه، فانت بتحطيها على بشرتك فبشرتك بتبوظ. فانا بعد ما اعمل ايه، اروح اغسلها بالغسول عادي عند الحنفيه، بعد كده اجيب الميه المعدنيه بتاعتي اروح اغسل بيها بشرتي كويس وايدي ورجلي، وعايزه تغسلي بقى شعرك اوكي انا بعمل كده، بس احنا مش بنتكلم في البشره. المهم بتغسلي بيها شعرك، مالكيش دعوه بمنظري العسل ده، ماشي؟ بس بضحك على نفسي بس، وبس السكراب ده جبار، بس اللون الوردي حلو جدا. المهم بس كده تغسلي ايه، تغسلي وشك بالماء المعدنيه طبعا ده قبل بعد الغسول. بعد كده تطلعي تحطي الكريم والسيرم بتاعك وبعد كده المرطب، وبعد كده لما بتغسلي وشك بتعملي ايه، بعد كده بتطلعي ايه، تحطي اللي هو الماسك. هو ده الماسك السر اللي هو نضارة البشرة في المصيف، هما اتنين، لا اما هتعملي ماسك زبادي ودي هتكون صديقتك ايام المصيف، لا اما اللي هو مية الخيار ومية الورد. ليه بقى؟ لان احنا محتاجين ان احنا نهدي البشرة طبعا ونرطبها ونديها ترطيب عالي. يعني لو انت حابة زي انت تقدري تجيبي الشيت ماسك، الشيتات ماسك بتاع بيودرما او غرني، حلو جدا ان انا بستخدمها مع الزبادي. الزبادي عامل اساسي صاحبتك كده في المصيف. ليه بقى؟ ان هي هتهدي البشره من الاحمرار، هتضيع من الالتهابات، مش هيبقى فيه تصبغات. ترجعي البيت
نفس درجه لونك اللي انت رحتي بيها المصيف. المهم فانت هتحطيها نص ساعه على بشرتك، وبعد كده بتغسليها بميه معدنيه، بلاش ميه الحنفيه، ميه معدنيه، وبعد كده بتحطي المرطب والسيرم، وبعد كده المرطب بتوعك بس كده. ده كل يومين انت راجعه من البحر بتعملي نفس الخطوات دي. على فكره ان الخطوات مش صعبه، بس انت ممكن كنت تفتكريها صعبه، والله عسل ممكن تفتكريها صعبه، بس هي لا مش صعبه. على الاقل هو اسبوع واحد اللي هيعمله كده، هترجعي بنفس لون بشرتك. مش بعد كده هتخشي تبحثي ازاي ارجع لون بشرتي بعد ما اتحرقت من المصيف. مش هتلاقي حد ينفعك، كل اللي هيقولك ماسك كذا وماسك كده. الماسكات بتاخد عامه وقت كتير. طب وليه احنا في غنى عن الحاجات دي؟ احنا ممكن نظبط بشرتنا في المصيف ونرجع بنفس لون بشرتنا. فانت اهم حاجه لو مشيتي على الخطوات دي، وبالذات الصن بلوك بعد ما بتطلعي من البحر وتغيريه تجدديه، عمرك ما هتسمري، عمرك ما هيحصل لك تصبغات في بشرتك ايام المصيف. طبعا احنا يعتبر ايام المصيف ما بنقعدش في البيت، يعني اغلبتنا بتكون في الشارع. فهي حاولي تجددي الصن بلوك كل ساعتين، كل ساعتين مع الماسكات الترطيب والشيتات ماسك. بيرتي يكون ده عندك، لانه فعلا حلو جدا ان احنا في المصيف بنقلل النوم، فده يبقى حلو جدا، هيقلل الانتفاخات تحت العين وكمان هيرطبهولك. بس كده ده الروتين اللي انا عليه في المصيف، حاولي تعتمديه واضمن لك ان انت عمرك ما هتسمري في المصيف. بس كده عشان ما اطولش عليكم، عايزه اقول لكم انا همسح البق ده وهوريك اللون اللي على شفايفي. لو حابين تعرفوا ايه السكراب اللي انا كنت بعمله شفايفي اكتبوا في الكومنتات عشان انا ناوي اعمله لكم. طبعا ما تنسوش شفايفكم في المصيف، لان الشوك برده كده من ضمن البشره فممكن تسمر. فاهم حاجه بقى ايه السكراب والترطيب، وتستخدموا مرطب الشفايف فيه اس بي اف على الاقل عشان ما الشفايف ما تسمرش، لان احنا بنهتم ببشرتنا ومش هنسيب حاجه، يعني نهتم بكله لان ما بلاش. بس كده، يلا سلام عليكم.